أنا بزاف، أنا ديجا راني في 4 شهور مشتاش، أنا اللي بوه وراني نقول لكم قدام 4 شهور مشتاش، ولكن الحمد لله هذا شيء ربي بغاه وربي داه، الحمد لله، حنا نأمنوا بربي ونأمنوا بالموت ونأمنوا بكل شيء، ونطلب له الرحمة وكاع خوتنا المسلمين والسلام. واري كان في فرنسا، كان في فرنسا. جا من فرنسا فوت الريفيون وجا الجزائر. الجزائر قعد سيمانة عيط لي البارح قال لي قادر، قال لي توحشتك. قلت له انا فاني توحشتك وري وانت تجي. قال لي ما غاد ان شاء الله نجي قارعني كيما هاك. عيط لي واحد قال لي بصح وري مات. هذه قلت له انا عشيطة كيما وري مات. انا وري البارح عيط لي اختي ياك، عيط لي البارح قال لي والله لا مات. كي عيطوا لي دروك الدار وكلشي عرفت بلي نموت ورحت الى الشلف وعاود وليت على خاطر باش نحل الدار هنايا. وليت قالوا لي غير ولي باش تحل الدار مع نسيبي وكاع. وليت اختي وهذه هي عدم الله اجر اختي وري خونا صبي نقول اختي وري خويا بزاف وري خويا شو بس ما كان باغي يدير غير واحد الجرح باش عمليه. هذا ما كان اختي، هذا ما كان في الجزائر في لاكلينيك مات. رقد على الطابله قالوا لي اختي هذا ما كان اختي وربي ربي جابها وربي يدها اختي شبا يدير بها تصول حد وربي وشبا يدير اختي. هاك شوف الدار كي راهي دايره راهي الروبله اختي. ما حسيناش كاع كي غادي نديرو اختي، ما حسيناش كاع كي غادي نديرو اختي. هو اللي يدير الخير، هو اللي يبغي مساكين، هو اللي يصدق، هو اللي يبغي الناس، هو اللي كلشي، هو اللي حنين اختي. ما عندناش الحقد، هو اللي حنين بزاف اختي حنين. وانا نسيبي واري الان ماناش مأمنين باللي ما قوم نشوفهاش. انا ماشي مأمن باللي راه مات، مانيش مأمن. اقسم بالله ماني مأمن، اقسم بالله ثلاث خطرات ماني مأمن. باسكو تنشوف ولد اختي باه كيفاه راه مات وكيفاه يجيك من يجيبوه باه مات و نعرفوا الاسباب تاعه. ما هو هذه صحابه تماك، صحابه هما اللي راهم معاه من الجزائر، هما اللي يعرفوا، هما اللي دخلوه للسبيطار، هما اللي رياو عليه، وهما كل شيء، هما اللي يسالوهم يعرفوا الاسباب الضر تاعه كيفاش وباه مات. انا ما عارفين والو اختي.